في مسألة التفضيل بين الأذان والإمام مسألة فيها خلاف من يرى أن الإمامة أفضل لأن الله عز وجل اختار نبيه الإمامة. والأمر الثاني قيل أن الأذان أفضل من الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن حتى لا يزاحم الناس المؤذنون، حتى لا يزاحم الناس المؤذنين في أذانهم. ولو أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأستام الإمامة لأصبح كل إمام حريص على أن يكون إمام مؤذنا، فيحرم كثير من الناس من هذه الفضلة.